لو الحكاية فيها إن فيتو إنه الخوف من الاستهداف. ما كل الوطن دلوقتي والمواطنين المستهدفين هو أنت مش ممكن وأنت ماشي كده تلاقي قنبلة محطوطة تحتها وارد. يعني السواق اللي كان مع القضار، طب ده لا هو قاضي ولا هو ضابط شرطة ولا كده، فإحنا كلنا مستهدفين. بس فكرة إن إحنا نستسلم تحت هذه الدعوة من إصلاح البيت من الداخل هنتأخر كتير. إحنا فضلنا ساكتين تحت دعوة مواجهة إسرائيل 60 سنة لغاية لما إسرائيل بقت إسرائيل، ها؟ وإحنا فما ينفعش المقولة دي تصرفنا عن بناء دولة عصرية حديثة لا تقل عن أي دولة من الدول اللي للأسف شديد إحنا كنا أصحاب فضل عليها في التعليم وفي الثقافة. السعودية شوف وصلت لإيه، الكويت وصلت لإيه، الإمارات ودبي. هل بتنتمي لمدارس يا ناس؟ تفضل. لجهاز الشرطة اللي كنت فيه في الأول وأصبح يعني في جزء من حياتك في الجهاز، ثم القضاء والحال منظومتين الاثنين فيهم فساد لا يمكن رقابته. أيوه. فساد مرتبط بفكرة دخول حضرتك أصلا الشرطة أو القضاء. يعني أنا بتكلم عن القضاء اللي بيقولوا إحنا يعني 10-20% ولا كذا الأولاد اللي كذا، وقصة أولاد اللي شغالة أولاد الغسالة كلام عيب. لا لا طبعا، لا يعني هذا التقسيم الحقير. ثم تيجي في الشرطة يقول لك إنه ده 98% من اللي بيدخلوا شرطة دول أبناء الوعي وكذا. صحيح. وبالتالي في فساد آخر سيادة المستشار حضرتك ما تقدرش تضبطه، ولا أجهزة أخرى كثيرة ده بيتهيألي بقى جزء في الدم ده هنعمل فيه. لا هي انا معاك ان ثقافة المجتمع في فتح الملفات دي المسكوت عنها ومواجهتها بشكل ترتقي به الدولة، لانه المعول عليه في التعيين والتوظيف في سائر الدول المتحضرة هو معيار الكفاءة العلمية والمؤهلات والقدرة على تبوء المناصب في اي موقع، سواء قضاء، شرطة، جيش، جهاز مركزي، أي مكان. الكل بيتسابق للحصول على الوظيفة من خلال مؤهلاته واجتيازه للاختبارات المعدة لها، هو ده المعول عليه. أما فكرة تغيير ثقافة المجتمع اللي تربى عليها مش هتتم في يوم وليلة، دي محتاجة وقت وجهد وتضافر من الجميع، من إعلام برضو يجب أن يحمل قضايا هامة. ما نقعدش في البرامج التوك شو نقعد نشتم والتسريب النهاردة مش عارف بتاع مين يعني ورقصات ومش رقصات. يعني في قضايا أهم، أنا عندي دي قضية ينصرف الجميع إليها في أنه نغير ثقافتنا كمجتمع يعظم من قيمة العمل قبل أن يتجه لفكرة الانتماء الاجتماعي أو الوسط الاجتماعي. ده نوع من الطبقية المقيتة اللي هي قامت عشانها ثورتين، ثورة يوليو 52 قامت عشان الطبقية المقيتة دي وما فلحتش، قامت في 25 ثورة تانية علشان برضو الطبقية المقيتة وما فلحتش وبتجهد. طب إلى متى هنقعد نكرر الفشل؟ فهي فكرة تغيير أنفسنا هي دي الحرب الحقيقية، هي دي المعركة الأخطر. لا تقول لي إرهاب ولا غير إرهاب، معركة الأخطر ده بينتج الإرهاب وبينتج ما هو أخطر. ما هو ده التربة اللي هينمو فيها الإرهاب. هو الإرهاب لما بيمشي ويقول بي 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 بيتصيد المناطق الشعبية والمهمشين بيقول لهم انتوا مش عايشين، انتوا مش بني ادمين، ولادكم مش عارفين الوظيفه، كذا، غيركم بيسرق وعامل قصور وانتوا مش لاقيين عيشه صافيه. مش هو ده المدخل لافساد عقول الناس دي والسيطره عليهم بعزازه زيت او كيس سكر؟ لانه مقومات الحياه الاساسيه مش موجوده. فازاي تيجي تقول له ادي واحد بيقول شعارات وكلام انشا والراجل مش لاقي ياكل؟ يعني هي دي الحرب الحقيقيه اللي اتمنى ان يحصل تضافر من الجميع. يعني وانا لا اعفي نفسي من المسؤوليه، وده الحقيقه انا باخد هذه الحرب حتى داخل جهاز مركز المحاسبات، لان عندي حرب وضغط شديد عايزين يعينوا اولادهم. وبيتقال لي كده
اشمعنى انت اللي واقف وشنا؟ وصراحه بتتقال لي في لقاءات، ويمكن الاستاذ احمد عارف. ايوه اه بقى الحركه المقتنعين ان المناصب لا تورث. طبعا 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 رافض ده تماما، واتحدى ان حد يجي يقول ان انا بتدخل في مجريات العمليه التعليميه، لان في البعض الحقيقه اللي استبعدوا او ما اصابهمش الحظ في لما بيتقدم لك 25,000 وانت مطلوب منك 1,000 هتعينه، ما انت مش هتبقى 25 فلابد هيبقى عندك ترتيب اولويات، احد هذه الاولويات هو المؤهل اللي حصل عليه مؤهله العلمي والخبرات اللي اكتسبها سواء بقى من شهادات علميه بعد التخرج، لانه مش بالضروره نعم الاختبارات اللي حضرتك بتعملها في الجهاز الاختبار الشفوي. بالظبط بالظبط. ويمكن احنا كمان علشان نبعد، لان انا المسابقه اللي كنا بصددها وحصل لغط عليها مؤخرا دي، دي كانت استكمال للاعلان اللي سبق في عن دفعات قبل انا ما اجي رئيس جهاز، ده من ايام الدكتور جاوي طمان، كان عن دفعات 2006 و7 و8 و9. فده انا بستكمل اللي كان سايبه رئيس الجهاز السابق. فلابد ان انا ملتزم بالضوابط اللي وضعها، لان ما ينفعش جزء يتاخد على نفس الاعلان وارجع انا اغير في الضوابط بتاع القبول. لكن الدفعتين الجدد اللي احنا اعلنا عنهم 2010 و2011 سواء حقوقيين او تجاريين، انا قلت حسما لهذا اللغط، لانه عارف لو جبت ملايكه طبعا ينزلوا عشان يعملوا التعيينات هيشكك فيك. اه لا ده يعني انت في حاله تشكيك في كل قيمه او انسان بيحاول يصلح. فانا قلت لهم طيب عشان برضو اي مظنة شبهة، لا الدفعتين دول بقى ابتكرنا فكرة جديدة هنعهد بيهم لكليات الحقوق والتجارة لوضع اختبارات واجراءها بمعرفة اساتذة متخصصين، احنا علينا ان احنا نحط لهم المعايير اللي احنا عايزينها، هنا لانه مش بالضرورة كل خريج تجارة يفهم في المراجعة والمحاسبة العملية، خصوصا عندنا محاسبة شركات ومحاسبة حكومية ففي تخصص معين. قلت لهم احنا نحط لهم المعايير اللي انا طالبها عندي كجهاز مركزي المحاسبات، وهم يفصلوها ويختروني بالاسماء اللي اجتزت، فيبقى بقى يروحوا يشككوا بقى في اللي عايزين يشككوا فيه. اعتقد ما فيش شفافية اكتر من كده. حضرتك مش عايزة تشتغل ولا انت مش قادر تشتغل؟ مين؟ لا 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 هي ملهاش رغبة، هي ملهاش رغبة، هي ملهاش رغبة، هي اكتفت انها تاخد الشهادة زيها زي كتير بياخدوا الشهادة. لكن لا 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 هي ملهاش رغبة في الشغل. حضرتك المافيا الفساد او جماعات المصالح الجهاز شغال في ناحية، وهي تقوم بوضع تشريعات تعيق عمل الجهاز. هناك ثلاث نقاط حضرتك حسب حضرتك: صناديق الخاصة، مدى قدرة جهاز مركز المحاسبات على الدخول في هذا الملف، نمرة 2 قانون الخدمة المدنية الذي يخضع لي بعض العاملين في نفس الهيئة وبعض العاملين لا يخضعون، ثم مسألة الحد الأقصى للأجور. إلى متى إلى ماذا وصل الجهاز في هذه القضية؟ هذه ثلاث. طب ناخدهم أول قضية إيه بقى؟ الصناديق. الصناديق ده الباب الخلفي للفساد والاعتداء الاخطر على المال العام. هتواجهوا ازاي؟ لا احنا واجهناه وكتبنا وقلت 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 وما زلت بقول، بس وانتوا لو رجعتوا يعني للسنتين اللي انا قاعدهم في الجهاز شوف الكلام اللي انا هاخد على رقابه الجهاز السنه دي الخاصه اللي موجوده في الجهاز. طالما انها تمول من موازنه الدوله فهي تاخد على رقابه الجهاز. نعم حجم الاموال بيها كام؟ لا ما هو ما فيش حصر، ما انا ده اللي قلته، ده انا من ايام هشام قنديل لما كان رئيس وزراء بعت له مذكره، ثم اردفت في ايام الببلاوي بمذكره، وحاليا مع المهندس ابراهيم محلب قال انا مش فاهم من قصه الصناديق دي، قلت له انا هعمل لك مذكره سبق بعتها وبعتها له ايضا ولم يتم اتخاذ اي قرار. فانا انا انا ما ما ما, ما حدش حملني فوق طاقتي، انا ماليش غير ان انا اقول المشكله الظاهره في ايه واجد الحلول ليها ايه.
وده اللي انا عملته في التقرير. انا ما برصدش مخالفه وبسكت، لا، بقول انه معالجتها تتم ازاي. كون ان صاحب القرار ياخد او ما ياخدش بكلامي ده مش مسؤوليتي، لكن انا ما اؤكده ان انا في اول لقاء جمعني بالسيد رئيس الوزراء الحالي طلب مني مذكره شارحه عن فكره ونشاه الصناديق الخاصه. ان الصناديق الخاصه دي نشات بعد حرب سبعة، بعد هزيمة 67، وكان الداعي ليها هو انه توجه موازنة الدولة ايام الرئيس عبد الناصر الى الدعم العسكري او تمويل اعادة بناء القوات المسلحة. فالموازنة كلها كانت موجهة لهذا التوجه، فبدأت تشكو المحليات في المحافظات من ان ما فيش فلوس، فقالوا له هنجيب لكم منين، اتصرفوا. فاقترح وقتها فكرة ان المحليات تفرض رسوم. قلت انها كيف نشأت؟ ايوه بعد 67 كضرورة ملحة، كضرورة ملحة علشان يغطوا العجز اللي حصل في موازنة الدولة نتيجة توجههم لتمويل اعادة بناء المؤسسة العسكرية. فبدأ يتزايد بقى التوسع في هذه الفكرة، لا هو جابت فلوس، فبدأت كل جهة تعمل صندوق. يا سيدي انت ما تروح للماليه ادونا عايزين نعمل كذا، لا اتصرفوا انتوا بقى، طيب هنعمل صندوق، اعمل صندوق وافرض رسوم او بتاع او مقابل تحت اي مسمى، دمغه، طلب، اي وخد. وبدا التوسع فيها في كل الجهات. فالصناديق الخاصه حتى وقتنا هذا لا يوجد حصر دقيق بعدد هذه الصناديق وحجم الأموال المودعة فيها ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها على مستوى الدولة. أنا بقول لك اللي تم الإعلان عنه كان من خلال ما تم رصده من حسابات وصناديق خاصة رصدها جهاز البنك المركزي من خلال القيد في البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ما عدا ذلك من حسابات وصناديق بتنشأ بعيدا عن البنك المركزي ده لا نعلم، وخصوصا ان في جهات كتيرة ما بتخضعش. فانا لما عملنا المذكرة اقترحت على السيد رئيس الوزراء انه حسما لهذا الامر، لانه انا اعلم انه في جهات ممكن تخطبها يقول لك والله انا ما عنديش صناديق. طب بتعرف انت منين بقى؟ فقلت له لا، ما الموضوع ما يكتفاش بمخاطبتها، لا ده لابد ان يصدر مادتين مرسوم بقانون الزام كافه جهات الدوله العامه والخاصه والمملوكه الملكيه الخاصه للدوله، سواء بقى مؤسسات، هيئات، وزارات، شركات، قطاع عمل عام، قطاع عام، كل لا يستثنى منها احد، على الجميع انه يلتزم بتقديم بيان موثق بما لديه من حسابات وصناديق خاصه مبين بها سند انشائها قانونا وحجم الاموال المدعى فيها ومصادر هذه الاموال واوجه التصرف فيها على نحو دقيق. والماده الثانيه انه كل من يخالف ذلك من المسؤولين ان لم يتقدم بهذه البيانات صحيحة وموثقة في خلال أجل معين يحاكم تأديبيا، وقد تصل المساءلة التأديبية إلى العزل من وظيفته. أنا لما بقى هشام جنين قاعد على وزارة أو قاعد على الجهاز المركزي ويجي يتقال لي أنت لو ما هتعزل، لا، في مسائل فيها حق لابد من مواجهتها بحق، في رغبة في إخفاء حاجات بعض الصناديق